أول شي خليني أفرجيكي مين فيه. ملحم والياس سنترا يس ونجاة وبولا في بعض نواب أكيد على الطريق. يس على هلأ الطريق. رح خلي النقيب يجاوبك على سؤالك. هل كان في تحضير مسبق لهيك خطوة أو طلعت عفوياً اليوم من بعد الجلسة الـ11 وعدم انتخاب رئيس وعدم مثل ما بنقول وجود خطة أو اسم مرشح جدي أو في تغيير ملموس من بعض الأطراف؟ خلينا نتفق، هذه مسؤولية وطنية، مسؤولية دستورية بتفرض علينا أن نكون باجتماع والتئام هذا المجلس فوق شهور مدة الرئاسة. هذا الموضوع اللي عم نعمله نحن شيء خارج إطار المسؤولية الملقاة على كاهل كل نائب. نحن كلنا كنواب عندنا 128 شخص، 128 نحن أمام شعب، أمام شعبنا اليوم يلي عم يعاني الأمرين، إن كان بيومياته، إن كان بطبابته، إن كان بمدرسته، إن كان بتأهيله، إن كان بكل ما نقدر نحكي بهذا الموضوع. ونحن عم نرجع إلى دوامة عبثية، نحن عاجزين أمام شعبنا. هيدا العجز ما بتقدري توقفي قدامه أمام ضميرك لتقولي نحن بهذا الموضوع مربطين مكبلين. أنا أعتقد اليوم هذا الموقف هو تثبيتا لما يفرضه عليه الدستور تجاه الشعب يلي اليوم ناطر مني إنتاج رئيس جمهورية. هذا يلي نحن بنجرب نعمله وعم نجرب نطالب الدستور بفتح دورات متتالية تسمح بأن يكون هناك تواصل إلى إنتاج رئيس جمهورية، وإلا ناطرين خميس ورا خميس من دون أي إنتاجية. لبل الناس بميل ونحن كثير بميل. شايفينكم قاعدين بلا كهرباء، قديش هلكن على هالحالة بمجلس النواب؟ وسبق وشفنا زميلكم وليد البعريني موجود، هل بعده موجود معكم أو خرج؟ وصار في فراس حمدان كمان خرج أو تم إقفال المجلس؟ عشرات الزملاء مرقوا وتضامنوا والتزامات تبعهم كانت اليوم يمكن بعد ما يكونوا يعني بحضور يمكن كامل، بس بعتقد الحضور عشرات الزملاء كان مؤكد على